من جديد أهلا بكم. وصلت قافلة مساعدات إنسانية جديدة لأهالي قطاع غزة مكونة من 45 شاحنة، وذلك عشية عيد الأضحى المبارك، حيث تم تسيير القافلة من قبل القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وبدعم عدد من المنظمات والشركات والمؤسسات. وحملت القافلة الطرود الغذائية الأساسية والطحين ليصار إلى توزيعها لأهالي غزة من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع. وقال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي إن الدور الإنساني الذي تنفذه الهيئة يحمل في ثناياه الرؤية الملكية، ويبرز الدور الأردني في مد يد العون لأهلنا في غزة. قال مسؤول أمريكي إن الجيش الأمريكي يستعد لإزالة الرصيف الإنساني قبالة ساحل غزة بصفة مؤقتة بسبب ظروف البحر المتوقعة، وذلك في أحدث تحد للجهود التي أعاقتها الأحوال الجوية السيئة منذ إقامة الرصيف في أيار. وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن من المرجح نقل الرصيف إلى ميناء أسدود الإسرائيلي حتى تتحسن ظروف البحر. وكان الرصيف العائم الذي أقامته الولايات المتحدة قبالة غزة قد استأنف للتو إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني بعد تعليق عمله في مطلع الأسبوع. ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 30 شهيدا و95 إصابة خلال 24 ساعة ماضية. وأفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 37,296 شهيدا و85,197 إصابة منذ 7 من تشرين الأول 2023. وبحسب الوزارة فإنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. استشهد 19 شخصا من جراء قصف الاحتلال وطائرات الاحتلال 3 منازل في حيي التفاح والشجاعية في مدينة غزة، معظمهم من النساء والأطفال. كما نسفت قوات الاحتلال مباني سكنية في منطقة المغرقة شمالية مخيم صيرات وسط القطاع، في حين تتعرض مدينة رفح لقصف جوي وبحري وبري عنيف من قبل الاحتلال. من دير البلح ينضم إلينا مراسل المملكة باسل العطار. أهلا ومرحبا بك معنا باسل. أبدأ معك بتطورات الساعات الماضية خلال 24 ساعة، كيف كانت في قطاع غزة؟ نتحدث عن محاور الاشتباكات وعمليات القصف الإسرائيلي، أين تركزت؟ نعم عبد الله، ربما اليوم ومنذ ساعات الفجر وحتى هذه اللحظة رفح تتصدر المشهد فيما يتعلق بالتطورات الميدانية المتلاحقة. ما حدث في المدينة منذ الساعة 5 فجرا بتوقيت القدس المحتلة، سمع دوي انفجار كبير في المدينة، بعدها بدأت مدفعيات الاحتلال بإطلاق وابل من القذائف، من وحيات الاحتلال شاركت بإطلاق الرصاص في وسط مدينة رفح. بعد ذلك جاء إعلان من كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس أنها تمكنت من تنفيذ عملية مركبة. بداية تم استهداف جرافة إسرائيلية، بعد ذلك تم استهداف ناقلة جند إسرائيلية بصاروخ مضاد للدروع محلي الصنع. الكتائب قالت في بيانها أنها تمكنت من إيقاع قتلى وإصابات بين المجموعة من جنود الاحتلال، والآن وقبل قليل يعترف الجيش الإسرائيلي رسميا بمقتل 8 جنود إسرائيليين في هذه العملية. هو لم يسمي هذه العملية، لكن البيان منذ الصباح كان يشير إلى أن الناقلة كانت تضم 8 من الجنود، من بينهم نائب قائد سرية وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي. هذا الحدث يعد مهما باعتبار أن التطورات في رفح كانت تشير إلى أن الجيش يقترب من انتهاء العملية، الجيش الإسرائيلي، لكن بعد ذلك تنفذ الفصائل عملية في منطقة تسيطر عليها إسرائيل منذ أسبوع تقريبا أو أكثر.
أيضا القصف الإسرائيلي تركز على المناطق الغربية لمدينة رفح بعيدا عن هذه العملية، والمناطق الشرقية أيضا تم نقل 8 شهداء من المناطق مختلفة من مدينة رفح منذ ساعات الصباح وحتى هذه اللحظة، تم انتشاله من عدة مناطق إما تراجعت بها الدبابات الإسرائيلية والآليات الإسرائيلية بشكل محدود، أو بتمكن أهالي من الوصول إلى مناطق معينة في مدينة رفح فيعثرون على جثمان شهيد أو شهيدين ويتم نقلهم إلى مستشفى غزة الأوروبي. حتى الآن الأمور في رفح ما زالت متوترة، وما زال هناك أصوات انفجارات ناجمة إما عن عمليات نسف لمنازل أو عمليات قصف إسرائيلي متواصلة بالمدفعية أو حتى بالمروحيات الإسرائيلية التي تطلق الرصاص بشكل كثيف باتجاه عدة مناطق في مدينة رفح، خاصة منطقة حي تل السلطان الذي يشهد العملية الأعنف من الجيش الإسرائيلي أو حتى الاشتباكات الأعنف مع الفصائل الفلسطينية. نعم، من بس جنوب القطاع إلى وسط. نعم عبد الله. نعم، أكمل بس فيما يتعلق بهذه التطورات، سأدخل معك إلى محاور إنسانية بعد ذلك، تفضل. نحن نتحدث عن وسط القطاع أيضا، عمليات قصف إسرائيلية متواصلة خاصة في شمال النصيرات، هذه المنطقة باتت يوميا تشهد عمليات قصف مدفعي إسرائيلي. جنوب مدينة غزة أيضا، أي من الجانب الآخر من محور نسرين، تتوغل آليات الاحتلال وتنفذ عمليات تفجير في تلك المنطقة لعدد من المنازل. إسرائيل تريد توسيع محور نسرين بحسب ما يعلن الجيش الإسرائيلي، وتوسيع المحور يعني نسف مزيد من المنازل، خلق مناطق عازلة حول هذا الطريق أو هذه القاعدة العسكرية الإسرائيلية التي الآن تفصل شمال القطاع عن جنوبه. بس الآن عن الأوضاع الإنسانية، كيف تبدو الأوضاع الإنسانية مع كل هذه التطورات التي ذكرتها؟ الأنور حذرت بأن 50,000 طفل في غزة يحتاجون إلى العلاج ومن سوء التغذية الحاد، وهذا يعطي إشارات إلى الأوضاع الإنسانية، وبالتالي بالتأكيد يتعلق هذا الملف بموضوع المساعدات ودخولها، وكيف تبدو خلال الساعات الماضية؟ نحن نتحدث عبد الله عن انهيار إن صح التعبير كبير فيما يتعلق بنوعية التغذية التي يحصل عليها الغزيون. منذ أشهر لم تتمكن آلاف العائلات من الحصول على أي لحوم أو دواجن، نحن نتحدث عن فقدانها من الأسواق بشكل كامل، وما يدخل بأسعار مرتفعة وبكميات قليلة جدا لا تكاد تظهر في الأسواق. في مثل هذه الأيام ربما كانت أو كان القطاع يحتفل بالعيد، عيد الأضحى بشكل مختلف، لكن هذه المرة نحن نتحدث عن غياب المظاهر بشكل كامل. الأمور وصلت لمراحل خطيرة، الفئات الأكثر تعرضا بتأثير وتأثيرا بما يحدث من نقص في الغذاء هي الأطفال. هذه الآن فئة الأطفال تعاني من غياب كامل للحليب المدعم الذي لم يدخل القطاع منذ شهرين وفق ما قالت منظمة التنمية الأمريكية. نتحدث أيضا عن نوعية الغذاء الذي بات عبارة عن معلبات يتم توزيعها عبر المساعدات، وهذه المعلبات كان منذ بداية هذه الحرب هناك تحذيرات من الأطباء والمختصين أنها على المدى الطويل لن سيكون لها مردود إيجابي ولن يكون لها أي قدرة على دعم الأطفال غذائيا، وبالفعل بدأت هذه الأمور تظهر جليا. نحن نتحدث عن ما يقرب من 9 أشهر من اعتماد الغزيين على المعلبات في المقام الأول في ظل غياب أي أنواع أخرى من المواد الغذائية، وبالتالي بدأت تأثيرها الآن على الأطفال. 8 أو 9 من كل 10 أطفال يعانون من سوء التغذية وفقر الغذاء، يتناولون أقل من وجبتين يوميا. نوعية الوجبات كما تحدثنا هي عبارة عن معلبات. ما يقوم من 3,500 طفل الآن مرشحين للتعرض لخطر المجاعة وسوء التغذية وفق الإحصائيات الصادرة عن منظمات دولية. نتحدث عن وجود 200 طفل باتوا حاليا يعانون من سوء التغذية وتأثيرها على أجسادهم التي بدأت تعاني بشكل خطير من تأثير ذلك. 50 طفل موجود الآن في مستشفى كمال عدوان يعانون من سوء التغذية بشكل خطير، وبالتالي نحن نتحدث بالفعل عن أرقام الآن بدأت تظهر بالنسبة للأطفال، وهذا ينسحب على بقية الفئات ككبار السن والمسنين
النساء التي أيضا بدأتن يتأثرن من سوء التغذية. باسل، هل هناك أي حديث في الشارع في غزة على الرغم من كل هذه المعاناة التي تنقلها لنا من أمل فيما يتعلق بإحلال نقطة لمسألة الصفقة أو حتى العودة إلى ما كانت الأوضاع عليه قبل هذه الحرب؟ وهذا أيضا يقودنا إلى خارطة النزوح، كيف تتشكل الآن مع أنه الحديث عن معالم للنزوح بات أمرا غير مجدي الآن في ظل اختلاط هذه الأمور وفي ظل هذه العمليات العسكرية والدمار الذي حدث في قطاع غزة؟ فيما يتعلق بالنزوح يوميا نحن نتحدث عن تطورات متلاحقة. آخر عمليات النزوح أو موجات النزوح الآن هي من المناطق الغربية لمدينة رفح التي تعرضت منذ فجر اليوم وحتى هذه اللحظة لقذائف إسرائيلية، وهناك خشية أيضا لدى العائلات هناك من عمليات انتقامية إسرائيلية. دائما ما تعقب أي عملية تنفذها الفصائل الفلسطينية، وإن كانت إسرائيل تنفذ عمليات انتقامية قبل حتى تنفيذ الفصائل أي عمليات ضد الجنود الإسرائيليين في مختلف المناطق. نتحدث الآن عن من المناطق الغربية باتجاه مواصي خان يونس باتجاه مدينة دير البلح، بدأت العائلات بالتوجه لهاتين المنطقتين اللتان الآن يمكن القول أنهما الوحيدتان اللتان تستقبلان النازحين. أما فيما يتعلق بوقت إطلاق النار، هناك فتور كبير جدا في متابعة هذه الأخبار. بات الغزيون هنا لا يثقون بأي أخبار تتعلق بوقف إطلاق النار. موضوع الصفقة البعض بات يتعامل معه بأنه مستحيل. على المستوى الشعبي هناك نكسات تمت في هذا الأمر أكثر من مرة تصل الأمور لمرحلة من التقدم على الأخبار الإيجابية، ومن ثم تنقلب الأخبار رأسا على عقب نتيجة تغيرات سياسية فيما يتعلق بالصفقة. الهم الآن بالنسبة للغزيين بالمقام الأول توفير الغذاء لأبنائهم، توفير المأوى لأبنائهم. هناك الآن موجة ارتفاع في درجات الحرارة اليوم والأمس، ونحن نتحدث أننا في بداية فصل الصيف. هذه الموجة وهذا الارتفاع الكبير في درجات الحرارة الذي يكون مضاعفا داخل الخيام أيضا له تأثيراته على الغزيين الذين يبحثون عن المياه، يبحثون عن الطعام. الكل هنا بات مشغولا منذ شمس حتى غروبها في أساسيات الحياة المتعلقة بالطعام الشراب، وأيضا متعلقة بالحد الأدنى من متطلبات العائلات الغزية التي بالفعل باتت لا تجد أقل ما يمكن أن يتصرف هذه العائلات في ظل ظروف إنسانية صعبة. شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من دير البلح مراسل المملكة باسل العطار، شكرا لك باسل. في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تتراجع استعدادات الفلسطينيين قبيل عيد الأضحى، حيث يجابهون في القدس ومدن الضفة الغربية حربا إسرائيلية على مختلف الأصعدة. هاي السنة غير كل سنة، العيد العدى والعيد هذا احنا بوضع حرب، ومش الحرب اللي هي العسكرية بس بغزة، في عنا إحنا حرب هون بالضفة الغربية من نوع تاني، نوع حرب اقتصادية وحرب على المواطن وحرب على أرزاق المواطن بكل الأساليب بيستعملوها معنا. والله كل منابه يعني الوضع بسواء يعني من ناحية شغل أو تجارة، يعني العيد الأول كان يعني مش تقول هالحركة ولا هالبيع، والعيد هذا كمان أسوأ يعني. ناس ما حاجة لا تصرف ولا تاكل. من ناحيه الموظفين معهمش لا معاشات، ما يعني بياخذوا نص معاش، لا ايش ينفعهم اجار دين يعني بده يسدوا الدين فيه، واغلبيه الناس قاعده يعني هاي البساط وقت ايش سمحوا لنا. زي 35
اختلاف شاسع ما بين العام الماضي أو لا يقارن بالعام هذا. طبعا ظروف الحرب أثرت كتير على الواقع في القدس عنا هون، فيش إقبال من الناس للشراء، يعني الناس زي ما بتقول ما فيش عندها نفس إنه تقبل على شراء عيد على يعني على الحاجات الأساسية مثلا. دائما القدس بتكون تعج في السكان، في سكانها، في أهلها، في الناس الغربية. الوضع انت بتعرف هلا الوضوع، وضع الحرب، وضع الدنيا غير شكل، يعني السنه يعني غير عن كل السنين الماضيه وبتختلف كمان. واهلنا يعني في غزه الله يكون بعونهم، الوضع شوي صعب مش زي اول. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل عن مقتل 8 من جنوده في المعارك المتواصلة في رفح جنوب قطاع غزة. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن آلاف الجنود في جيش الاحتلال يعودون من غزة وهم يعانون اضطراب ما بعد الصدمة، حيث أشارت منظمة إسرائيلية إلى أن أكثر من 10,000 جندي في الاحتياط يتلقون خدمات الصحة العقلية. وقال رئيس المنظمة إن هناك حاجة متزايدة لدعم جنود الاحتياط وعائلاتهم للانتقال من روتين القتال إلى الحياة المدنية على حد تعبيره. من القدس تنضم إلينا مراسلة المملكة ليالي عيد. أهلا ومرحبا بك معنا ليالي. أبدأ معك بآخر التطورات فيما يتعلق بإعلان الجيش الإسرائيلي مقتل 8 من جنوده في العمليات في رفح. ردود الفعل، كيف تبدو الأوضاع على المستوى السياسي والأمني أيضا بعد هذه الأخبار الواردة من هناك؟ نعم، بالفعل قبل قليل أعلن المتحدث باسم الجيش بشكل رسمي عن مقتل 8 جنود في معارك غرب أو جنوب قطاع غزة وبالتحديد في منطقة رفح. ربما لأول مرة لم يتطرق المتحدث باسم الجيش لتفاصيل هؤلاء الجنود أو تفاصيل أوسع حول ما جرى وفي أي مناطق بالتحديد قتلوا، ولكن ربما في الساعات المقبلة ستكون هناك تصريحات أوضح وتسريبات أوضح عبر مواقع الإعلام الإسرائيلية. حتى اللحظة لا يوجد تعليق رسمي أو أي ردود أفعال رسمية من المستوى السياسي أو العسكري حول الأمر، نظرا لأن اليوم السبت وفي الساعات المسائية بالعادة تكون التصريحات من قبل الساسة الإسرائيليين. ولكن فعليا أن يتم الإعلان عن مقتل 8 جنود ونحن نتحدث عن أكثر من 9 أشهر من العمليات القتالية، هذا بالتأكيد سيؤدي ومتوقع أن يؤدي إلى غضب كبير في ساعات المساء مع بدء خروج الاحتجاجات. وبالتأكيد هناك مطالبات متواصلة بتنفيذ الصفقة المحتملة التي يماطل فيها نتنياهو حتى اللحظة. لكن نتحدث أيضا عن ما أعلنت عنه إذاعة الجيش الإسرائيلي عبد الله، بأن خلال الأسبوعين المقبلين سيبدأ جيش الاحتلال بالانسحاب من مناطق رفح والمناطق الجنوبية، وعلى ما يبدو أن التوجه سيكون للمناطق الشمالية. ولكن فعليا نحن نتحدث عن عمليات عسكرية متواصلة دون تحقيق أي أهداف، وحتى الانسحاب من رفح أو من مناطق في رفح سيكون دون تحقيق أهداف. كان حسب ما كان يعلن نتنياهو ويعلن الجيش والمنظومة الأمنية بأنه بمجرد الوصول إلى رفح سيتم العثور على المحتجزين، سيتم العثور على قيادات من حركة حماس، ولكن فعليا لم يحدث كل ما تم التصريح عنه في وقت سابق، بل بالعكس أهداف العملية العسكرية لم تحقق وحتى أهداف العمليات العسكرية خلال الحرب لم تحقق. نتحدث عن إدخال 8 ألوية إلى قطاع غزة منذ بدء الاجتياح البري وصولا إلى اللحظة، ولو عدنا إلى عام 67 فقد تم حينها إدخال 5 ألوية للقتال. إذا نتحدث عن عمليات عسكرية وقتالية عالية المستوى، والجيش الإسرائيلي والمنظومة الأمنية غير قادرة على تحقيق أي أهداف مما أعلن عنه حتى اللحظة، وهذا ربما أحد أسباب رفض الانسحاب وإنهاء العمليات العسكرية والاستمرار، وإعلان وزير الجيش بشكل متواصل عن الاستمرار بالعمليات العسكرية للضغط لما يتعلق بإعادة المحتجزين. ولكن فعليا القتلى والإعلان المتواصل عن قتلى في صفوف الجنود يؤدي إلى غضب إسرائيلي أكبر،
وتأكيد أكبر بأن ما يتحدث عنه المستوى السياسي والعسكري لم يحدث حتى اللحظة بما يتعلق بإنهاء قدرات حركة حماس أو حتى بتحقيق أهداف الحرب. نعم، ليالي يبدو بأن الساعات الماضية كانت مشوبة بالهدوء الحذر على المستوى التصريحات من قبل حكومة نتنياهو، ولكن على الأرض فيما يتعلق بالإجراءات وعمليات الإغلاق في القدس وبشكل عام تزامنا لربما أيضا مع عيد الأضحى المبارك، واليوم نتحدث عن يوم عرفة، كيف يمكن الحديث عن هذه الإجراءات؟ هل ما زالت هي بنفس النسق الذي كان في خلال الأسابيع الماضية فيما يتعلق بالاقتحامات والانتهاكات الإسرائيلية، أم أن هناك هدوءا أيضا حذرا في التعاطي مع مثل هذه المناسبة؟ نعم، يعني عبد الله، منذ أمس بدأت السلطات الإسرائيلية بإعادة المصلين الوافدين إلى المسجد الأقصى المبارك، سواء للتواجد والاعتكاف في يوم عرفة اليوم أو حتى يعني التواجد في معبد عيد الأضحى. تم إعادة المئات من المصلين، تضييقات كانت في ساعات الفجر عند بوابات المسجد الأقصى المبارك، وفعليا كان هناك تسيير لعشرات الحافلات من الداخل الفلسطيني، نظرا لأن يوم السبت بالعادة يكون هناك تسيير للحافلات التي تقل المصلين من الداخل، ولكن تم إعادة يعني كما ذكر المئات منهم. وفعليا نتحدث عن قيود متوقعة غدا مع صلاة الفجر، لكن أو مع صلاة العيد، لكن فعليا نتحدث عن أجواء حزينة في مدينة القدس، أجواء ليست كما اعتدنا عليها ولو هي ضمن قيود في السنوات الماضية، ولكن هذا العام يختلف تماما، خاصة بعد أن أيضا تم الإعلان عن اقتصار عيد الأضحى على الشعائر الدينية في ظل الحرب المتواصلة والإبادة الجماعية على قطاع غزة. ولكن فعليا هناك دعوات متواصلة لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، وهناك دعوات أيضا لإعمار أسواق البلدة القديمة في ظل الأزمة الاقتصادية المتصاعدة والتي باتت أو أدت لإغلاق عشرات المحال التجارية في أسواق البلدة القديمة. وبالتالي على ما يبدو أن هناك تعزيزات وإجراءات شرطية وإسرائيلية ستنفذ مع صباح غدا بالتزامن مع صلاة عيد الأضحى. هل هناك أي تفاعلات ليالي على المستوى السياسي فيما يتعلق باستقالة غانتس والضغوط التي تتزايد على نتنياهو؟ هل هناك سيناريوهات يمكن الحديث عنها أو حتى خلال الساعات الماضية تم الحديث عنها فيما يتعلق بهذه الاستقالة والضغوط، وكيف يقرأ نتنياهو هذه الاستقالة وآثارها أيضا بشكل أو بآخر كيف تنعكس على المستوى السياسي وعلى مستوى التحركات حكومة الاحتلال سواء كان في القدس أو حتى فيما يتعلق بالحرب على قطاع غزة؟ نعم، نتنياهو يحاول أن يظهر بأن خروج غانتس واستقالة غانتس لم يؤثر كثيرا، وهو فعليا لم يؤثر كثيرا على الحكومة الائتلافية. وليثبت ذلك، عبد الله قام بإعادة أو عدم تفكيك المجلس الحربي، بل انضم للمجلس الحربي عضو جديد كوزير وهو زعيم حزب شاس إريا درعي، الذي يعني كان قد شارك في أول الاجتماعات المتعلقة بهذا المجلس الحربي قبل يومين من الآن. وبالتالي ربما التأثير الأكبر على بهذه الاستقالة هو على الشارع الإسرائيلي، الذي بات مقتنعا بأن استقالة غانتس يعني أن الصفقة المحتملة بعيدة، أصبحت بعيدة، لأنه كان هو الأكثر مطالبة لنتنياهو بتنفيذ صفقة، وحتى أن يعني يتحدث الإسرائيليون بأنه في الصفقة أو الهدنة الأولى كانت بضغط كبير من أيزنكوت وغانتس أعضاء المجلس الحربي، والولايات المتحدة قلقة جدا من خروج بني غانتس، لأنه هو الذي كان يعني يسير ما يتعلق بالذهاب إلى مفاوضات ومن ثم الصفقة المحتملة. وبالتالي نتنياهو يصر على موقفه، وعلى ما يبدو أنه يحاول أن يثبت أن هذا الخروج لم يؤثر كثيرا. لكن أيضا في استطلاعات الرأي هناك تراجع في شعبية بني غانتس بعد خروجه من المجلس الحربي، ولكن في ظل الحكومة الائتلافية ربما لأن
الأيام الماضية هي أيام يكون فيها الساسة الإسرائيليون أقل تصريحا إن كان اليوم أو بالأمس، ولكن بالتأكيد مع خروج السبت سيكون هناك تصريحات أكثر وأوضح فيما يتعلق بإن كان الصفقة المحتملة، الجبهة الشمالية، وحتى فيما يتعلق بالجنود القتلى واستمرار يعني الخسائر العسكرية. نعم لدى المنظومة الأمنية في ظل هذه العمليات القتالية. شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من القدس مراسلة المملكة ليالي عيد. وفي الضفة الغربية اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفر دان غربية جنين، واقتحمت قوات الاحتلال البلدة وداهمت منازل عدة وفتشتها مما أدى لاندلاع مواجهات. كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة برقين غربية جنين دون أن يبلغ عن إصابات. أصيب فلسطينيان واعتقل اثنان آخران خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الجلزون ومدينة رام الله، وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابتين في مخيم الجلزون، إحداهما بالرصاص الحي بالرأس ووصفت بالحرجة، والأخرى بشظايا رصاص حي في البطن والرجل، وقد جرى نقلهما إلى المستشفى. من جانبها ذكرت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الجلزون شمالي رام الله واعتقلت فلسطينيا من قطاع غزة، مما أدى لاندلاع مواجهات. كما أضافت المصادر ذاتها بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي المصايف في مدينة رام الله واعتقلت فلسطينيا آخر. مستمرون معكم في هذه الساعة وتتابعون فيها بعد قليل. خلال مؤتمر صحفي جمعه مع رئيسة الاتحاد السويسري على هامش قمة السلام، زيلينسكي يؤكد أن بلاده لم تكن ترغب بالحرب ويعتبر تحركات غير مبررة من قبل روسيا. أهلا بكم من جديد. وصلت قافلة مساعدات إنسانية جديدة لأهالي قطاع غزة مكونة من 45 شاحنة، وذلك عشية عيد الأضحى المبارك، حيث تم تسير القافلة من قبل القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي، والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وبدعم عدد من المنظمات والشركات والمؤسسات. وحملت القافلة الطرود الغذائية الأساسية والطحين ليصار إلى توزيعها لأهالي غزة من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع. وقال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي إن الدور الإنساني الذي تنفذه الهيئة يحمل في ثناياه الرؤية الملكية ويبرز الدور الأردني في مد يد العون لأهلنا في غزة. ينضم إلينا الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية دكتور حسين الشبلي. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور حسين. أبدأ معك بآخر الإحصائيات لما يتعلق بدخول المساعدات وما أدخلته أيضا الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية من مساعدات، سواء كان عبر الجو بالإنزال أو حتى المساعدات البرية، إلى غد اليوم كيف يمكن الحديث عن هذه الإحصائيات؟ شكرا لك. يعني كما تعلم أن الجهود مستمرة بإرسال المساعدات، وخاصة في هذه الفترة نظرا لصعوبة دخول المساعدات وخروج عدد كبير من المنظمات الإنسانية التي تعمل في القطاع الإغاثي، لذلك كان لابد من الاستمرار وتكثيف إرسال المساعدات، وخاصة الآن فترة الأعياد حاولنا أنه قبل يوم العيد انه نحاول نرسل هذه المساعدات، واليوم تمكننا الحمد لله. من صباح اليوم دخلت قافله مكونه من 45 شاحنه من المساعدات الى قطاع غزه هذا اليوم الحمد لله. القافله كانت مكونه من مواد غذائيه، ركزنا على المواد الغذائيه لانه كما تعلم ما زال القطاع يعاني بشكل كبير من نقص في المواد الغذائيه، وخاصه المناطق الشماليه في القطاع. هذه القافلة وصلت إلى المناطق الشمالية بواقع 45 قافلة 45 شاحنة، ليصبح العدد الإجمالي 1970 شاحنة
اللي وصلت عن طريق البر وبشكل مستمر ومستدام إن شاء الله. نهدف خلال هذه الفترة تكثيف إرسال المساعدات إلى قطاع غزة حتى يتم تحقيق نوع من الاستقرار الغذائي، اللي نعلم أنه الآن أصبح شحيح في القطاع وهناك صعوبة في وصول هذه المساعدات. أيضا الحمد لله العمل جاري مع القوات المسلحة لاستمرار بعملية الإنزالات، وخاصة ما يتناسب مع متطلبات العيد خلال هذه الفترة من ملابس ومواد غذائية تم التنسيق لإرسالها خلال هذه الأيام إن شاء الله. العمل مستمر، الجهد مستمر. هل وصلت؟ يتطلب دكتور حسين فيما يتعلق بالمساعدات المتعلقة ب يوم أمس كانت عملية إنزالات، وسيكون خلال الأيام القادمة إن شاء الله أيضا عمليات مستمرة من هذا النوع. احنا يعني استمرارا ايضا لما مخرجات الاجتماع اللي تم القمه اللي حصلت في الاردن يوم الثلاثاء الماضي، نحاول ايضا مع التنسيق مع الدول والمنظمات الدوليه لحشد هذه الدول وحشد امكانياتها لارسال مزيد من المساعدات، وخاصه انه الان معبر رفح ما زال مغلق، لم يبقى لقطاع غزة إلا المعابر التي ترتبط مع الكيان المحتل واللي زودها الأردن بهذه المواد بالإمكانيات المواد الغذائية والإغاثية لتدخل سواء عبر المعبر الشمالي معبر بيت حانون أو المعابر التي يمكن فتحها خلال الأيام القادمة، واللي نسعى إحنا لفتح مزيد من المعابر لإرسال مزيد من المساعدات. طيب عمليات الوصول والتأكد من وصول هذه المساعدات ودخولها إلى قطاع غزة، يعني الاحتلال ما زال أيضا يعرقل حتى دخول المساعدات عبر معبر بيت حنون والمعابر الأخرى، وبالتالي نتحدث عن إمكانية فعليا الوصول وتوزيع هذه المساعدات بالشركاء على الأرض سواء منظمة وكالة الأونروا أو حتى المنظمات العاملة الأخرى. كيف يمكن الحديث عن التأكد من وصول هذه المساعدات دكتور حسين؟ صحيح، هو العملية اللوجستية والعملياتية التي يعني ترافق كل عملية قافلة من هذه القوافل المساعدات هي عملية معقدة وعملية طويلة وتتطلب إجراءات طويلة بالتنسيق ونوعية المواد وتفتيش المواد وإرسالها، ولكن الجهد مستمر في هذه المواد، ويتطلب أيضا مرافقة هذه الشاحنات ومرافقة هذه القوافل بتنسيق مستمر لنضمن وصولها إلى قطاع غزة. وأيضا هناك عملية أخرى تتطلب تمكين المنظمات اللي نعمل معها إحنا من الوصول إلى المعابر للحصول على هذه المواد، وأيضا إمكانية توزيعها داخل القطاع. يعني العملية لا تتم بسهولة سواء مرورها من عبر نقاط التفتيش عبر جسر الملك حسين وصولا إلى قطاع غزة. نحن نعلم محاولات المستوطنين اللي تكررت كذا مرة، ولكن هناك دور كبير كان من الحكومة الأردنية من وزارة الخارجية من التنسيق من القوات المسلحة من كافة الجهات لإيقاف هذه الاعتداءات، والحمد لله لم تتكرر هذه الاعتداءات، ولكن هذا يتطلب تنسيق مستمر واتباع آليات معينة. وأيضا العملية اللوجستية وصولها إلى قطاع غزة تتطلب أيضا متابعة دقيقة وحثيثة. داخل القطاع تمكين المنظمات من الحصول على المواد أيضا قصة أخرى، وتتطلب أيضا عمل وجهد مستدام. نعم. لأنه بعد الحصول على المواد تقوم هذه المنظمات بتوزيعها، سلامة المنظمات، سلامة العاملين فيها، الإمكانيات اللوجستية بتحمير المواد، الإمكانيات اللوجستية والعملياتية والأمنية بتوزيع المواد عبر قطاع غزة بشكل كامل، هذه عملية أخرى وعملية تحتاج جهد ومتابعة أيضا مع المنظمات. طيب هذا كله يحتاج إلى تنسيق دكتور حسين، ولكن الآن دعني أعود بك إلى مسألة الاحتياجات وجدول الاحتياجات الذي يصل إليكم بشكل لربما متوالي فيما يتعلق بالاحتياجات التي يحتاجها أهالي قطاع غزة، تحديدا مع الظروف التي تتغير بشكل أو بآخر على الأرض نظرا لعمليات النزوح المتكررة أو حتى للعمليات العسكرية الإسرائيلية. أبرز ما يصل إليكم من احتياجات، لا نتحدث فقط على مستوى الغذاء والمساعدات الطبية، وإنما هناك أيضا احتياجات أخرى دكتور حسين، فما هي أهم وأبرز الاحتياجات في هذه المرحلة؟ صحيح، وكما تعلم انه يعني الاحتياجات الرئيسيه من مواد غذائيه واغاثيه ما زالت هي العنصر الرئيسي في المساعدات، ولكن ايضا البنيه التحتيه كمرحله اخرى تمكننا من ايصال المساعدات وتمكن من اتمام عمليه المساعدات هي ضروره اخرى.
البنية التحتية في القطاع الصحي، البنية التحتية الخدمية، البنية التحتية في الطرق والمواصلات، وحتى الإمكانيات اللوجستية من الشاحنات وكافة الأمور، هذه ما زالت صعبة في قطاع غزة. لذلك العمل مستمر بكافة الإمكانيات، سواء على عملية الإغاثة المباشرة التي تركز على المواد الغذائية والإغاثية، أو للذهاب إلى المرحلة التعافي المبكر اللي احنا بنسميها المرحلة الأولى من تجهيز البنية التحتية التي تساعد على إتمام عملية الإغاثة الأولية. شكرا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المشاركة. الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية